ممكن حضروا اعطاء انطلاقه ديال الوحده الثالثه لتصفيه الدم بالسجن المحلي اللي يتم له الجوج. وهذه الوحده كتدخل في اطار اتفاقيه اللي تبرمات بين المندوبيه العامه لاداره السجون والشركاء ديالها خاصه وزاره الصحه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والمؤسسه محمد السادس لاعاده الادماج، ومؤسسه امل للعمل الاجتماعي. وهذه الاتفاقيه كتروم تسهيل ولوج السجناء المصابين بامراض الكلي المزمن من خدمات تصفيه الدم. يتم صباح هذا اليوم افتتاح وحده لتصفيه الدم بالسجن المحلي ايتم لجوج، تفعيلا لمقتضيات الشراكه المبرمه ما بين المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج ووزاره الصحه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج السجناء ومؤسسه امل لمرضى القصور الكلوي والاعمال الاجتماعيه، وذلك لضمان استفاده السجناء والسجناء المفرج عنهم مرضى القصور الكلوي بالمؤسسات السجنيه بجهه سوسمسا من خدمه تصفيه الدم. وياتي كذلك هذا الافتتاح في اطار البرامج العامه التي تنهجها المندوبيه العامه لدار السجون وإعادة الإدماج لتأمين الخدمات الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية. وأنا نزيل بالمؤسسة السجنية يتملل الجوج، وعندي العقوبة ديالي سنة ونصف اللي عندي، وهذه المبادرة هذه عجبتنا وفرحتنا بزاف اللي دارت لنا المندوبية، الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير على قضية ترجمونا اللي ماشي لحدنا قربوهم لنا من ناحية تهنينا بصحتنا وبخير الحمد لله. ماشي بحال في الاول كنا كنمشيو للسبيطار ترونسبور سيرواجي والتكرفيس وكتجي عيان، دابا المهم اللي ماشيين كاينين حدانا الحمد لله كترتاح بخير الحمد لله الله يجزيكم بخير.